بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير. في هذا الفيديو قن نهدر لكم على أحد السيد مولا شفرولي أبيو، حط صور في فيسبوك تاع الكلاس تاعو، يقول بعد ما سخنت راهم قالوا لي جوين كلاس، راهو نحل الكلاس وداها التورنر مسحها، ويقول يا أهل الخبرة وش رايكم نركبها ولا لا. دركا نشوفوا الصور ومن بعد ندخلوا في الشروحات. هذا الانسان الشيء اللي نقدر نقوله له، او اذا صار لكم كما هكذا ما ديروش القلطه تاع السيد هذا. لا عاد هو اللي نحى الكلاس تاعو ورك ودارها وحده وخدمها وحده وقضي ركبها وحده، ما يتلامش. بصح اذا كان نحاها له ميكانيسيان، نعرف هذا الميكانيسيان غير احترافي، وحتى الخراط اللي مسح له الكلاس غير احترافي. وعلاه؟ هذه الكلاس يا اخي راهي راشيه، من المفروض الميكانيسيان تاعك اذا هو اللي يفتح لك يقول لك لازم تتعمر، لازم تديها للخراط ويعمر لك الرشو اللي راهو فيها. هاني درت اسهم وفيها بزاف الرشو. في الحقيقه انا تمنيت قبل ما تديها الكلاس تاعك الخراط تحط صور وتقول يا اهل الخبره دلوني واش ندير. هذيك الساعه احنا نقدر نوجهوك على الشيء اللي لازم تديره. المهم دركا هي طفرت، ما دامك مسحت ما تقدرش تزيد تعمرها تسوديها وتزيد تمسحها. هذا كون ديرها قد تنقص لك وراح تتلف لك الكلاس تاعك. يا اخي الشيء اللي ننصحك به هو ما عليك الا تركب الكلاس هذه ودير لها دو سيراج، سيريها خطرتين. سيريها الخطره الاولى 6 كيلو ومشي بها واحد 500 او 600 كيلو، ومن بعد عاود رجعها للميكانيسيان يسيريها لك الى حقها ل 7 كيلو. وماذا بك شوف لي بولون تاع الكلاس لازم يكونوا ملاح، كون يعودوا راشي راه قادر يقطعهم لك ب 7 كيلو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه باش المحرك، باش الكلاس تاعك هذه تعيش، لازم ننصحك دير لها سائل مبرد المحرك يكون من النوع الرفيع. ماذا بيك ما ديرش تاع 30 و40 الف، دير سائل تاع جي 12 وان شاء الله الكلاس تاعك راهي راح تعيش. في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو البسيطه. نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو أخرى إن شاء الله.